السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. نبتدي من النادي الأهلي. كولر مش شايف حاجة غير يوم الجمعة اللي جاية، مش شايف هيلاعب مين في النهائي، مش شايف الكاس، مش شايف البطولة، شايف السلمة اللي هتوديه للمباراة النهائية. كولر عمل أكبر عدد جلسات تاريخية من يوم ما جه، يعني كان ممكن ياخد 2 لعيبة على جنب يتكلم معاهم، 3 لعيبة يتكلم معاهم، لكن ده رقم قياسي. ده انه ياخد 24 لعيب في 3 ايام، ياخد كل لعيب لوحده ويتكلم معاه، فده رقم كبير جدا. ده يدل على ان كولر خلاص دخل مرحلة التركيز القوية جدا جدا. اتكلم مع مين كولر؟ اتكلم مع 24 لعيب. ركز على 3: محمود متولي، احمد عبد القادر، محمد الشناوي. بتقولوا مين حضراتكم؟ بقول لحضرتك ركز على متولي، ركز على احمد عبد القادر، ركز على كهربا في الجلسه، واول واحد اتكلم معاه قبل الماتش اللي فات هو الشناوي. يبقى الشناوي، كهربا، عبد القادر، متولي. تعالوا بقى انفرد مع حضراتكم بكل واحد قصته ايه، او كل واحد موضوعه ايه مع كولر. كولر مدير فني عادل، وكولر عارف من جواه ان هو في يوم من الايام داس على محمود متولي بالتصريحات، وقال ان هو احيانا يصدر طاقه سلبيه لزملائه. واداره الاهلي اتكلمت مع كولر في موضوع التصريحات على اللاعبين، لان اداره الاهلي في وجود الكابتن محمود الخطيب بتتمتع بخبرات السنين، يعني المطب ده عاشه 100 مرة، عارف ان النهاردة ما تدس على لعيب وانت خسران ولا وانت مش شايف قدامك، لان هو ده اللي انت هتيجي تصحيه بعد كده، مش هينفع وانت جرحه ودبحه تحل معاه. فاسهل حاجة النهاردة الكلمة السحرية لأي مدير فني شاطر: انا المسؤول، اعمل في لعيبتك اللي انت عايزه في الغرف المغلقة. بس نصيحة: اوعى في تصريح في مؤتمر صحفي، لان في الغرف المغلقة عصبية ملعب، عصبية ما بعد اللقاء، نرفزة، حبوس راسك. لكن تصريح ما بعد اللقاء هيفضل على التلفزيون ويفضل على السوشيال ميديا مدى الحياة، مش هتعرف تحله. فدي كانت من الحاجات اللي مزعلة محمود متولي، وابتدى كولر يحل معاه فيها، لأن كولر شاف إن هو في احتياج لكل لاعب. عدد بطولات نادي الأهلي كتير، وضغط مباريات نادي الأهلي كتير، والإصابات كتير، ومتولي ابتدى يقرب إن هو ياخد، ووارد يتألق، يبقى معاه في الملعب. ما ينفعش أنا أنا وأنت في الملعب بجرح، ما ينفعش يبقى أنا وأنت في الملعب وبيننا حاجة. فكولر بنظرة المعلمين دي بصيت لي كده، بص عايز يقول لي إيه؟ عيب عليك أهو، بص النظرة دي بتاعت إيه؟ عيب عليك، ما تقولش الكلام ده. بيلم الـ 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 الإصابات، بيداوي الجراح. معلم، أنا بشوف الراجل ده، أنا بشوف الراجل ده في وقت كتير جدا. معلم أسطى، معلم أسطى بصراحة، مدير فني كبير وشخصية. متولي ابتدى يصحى والراجل ابتدى يفوقه. طيب، ما يخص احمد عبد القادر، ما يخص عبد القادر، ابتدى كولر يلمح لعبد القادر انه ابتدى اداؤه يعجبه، وانا محتاجك الفتره اللي جايه، وتالقك معايا، تالقك معايا هيخليني في احتياج ليك على طول. معنى كده ان الاهلي هيجدد لعبد القادر ومش هيمشي. وعبد القادر استوعب الدرس، اوعى حد يطلع يقول لي اصل اللي بداخله واللي عبد القادر محمل واللي جواه اوعى تقول لي كده، اوعى تقول لي اللي فات مات، اللي فات مات ما بين كولر وعبد القادر. كل عام وانتم بخير، وانا قلت قبل كده خلاص، حط رجله في الملعب. كولر عايز يقول له، فاهم قصدي؟ اديني تلاقيني. كولر عايز يقول له كده، اديني في الملعب تلاقيني معاك على طول، وتجدد واروح معاك في نقطة تانية. إذا أزمة عبد القادر انتهت للأبد. محمد الشناوي قريبا على دكة البدلاء. محمد الشناوي اتكلم مع كولر، قريبا على دكة البدلاء، وممكن تكون على دكة البدلاء. ووارد إن تبقى خلال أيام. يعني وارد يبقى خلال 3 ايام 4 ايام، مباراه مازيمبي اللي جايه، كل حاجه وارده. بس الشناوي بيقترب من العوده
قريبا جدا جدا. واحد يقول لي ده دكه بدلاء ولا مشاركه، اقول له دكه بدلاء 100% ومشاركه بنسبه، بعد كده بنسبه كبيره تدريجي، بنسبه كبيره تدريجي. واحيانا المدير الفني يبقى عنده ازمه كبيره في قله اللعيبه، واحيانا يبص النظره دول عجبت لك يا زمن، يبقى عنده مشكله في جاهزيه اللعيبه، وده اللي كولر هيعاني منه الفتره الجايه. ابتدى الموسم، مين اللي هيقف جون؟ دلوقتي يقول لك هو شوبير اللي هيلعب ولا الشناوي؟ ما هو شوبير مكسر الدنيا والشناوي في حته تانية، وانا اعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ بس اكيد عنده حلول. بص كل ما اتكلم يبص لي، ماشي مش مشكله. المهم ايه؟ المهم ان النادي الاهلي كان بيدور على حارس، بقى عنده حارس واثنين وثلاثه. خلصت الشغلانه وبقت المنافسه ضرب نار. امبارح عرضت حاله لمباراه الاهلي وانبي، ومصر كلها امبارح تتساءل فين الازمه؟ مين اللي كسب البطوله؟ الحقيقه ايه؟ الحقيقه فين؟ الحاج عامر حسين اكيد هو عنده الحقيقه. حاج عامر مساء الخير. حاج عامر مساء الخير. حاج عامر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. ازي حضرتك يا فندم، وحشني، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، ازي حضرتك كله ربنا يخليك. جو في اسكندريه ايه؟ والله ساعة شوية بالليل لسه. على قلبك زي العسل حتى لو نزلت تلج. لا اسكندرية بأي حال. اسكندرية في أي حاجة جميلة. ربنا يديكم الصحة يا رب. يعني امبارح حضرتك أكيد شفت المشهد معانا اللي عرضناه على التلفزيون، ماتش بيخلص، فرقتين بيحتفلوا، فرقة بتاخد الكاس، إم بي جايبة كاس بتحتفل، فريق النادي الأهلي بيحتفل. مين هو صاحب البطولة؟ تصريحات من جانب نادي إم بي من الأستاذ أيمن الشريعي إن هو فاز بالبطولة. كابتن بدر رجب طلع في تصريح معانا وكان معانا على الهواء وقال رسميا احنا اللي فزنا بالبطوله، واتحاد الكوره طلع بيان، ولكن اسئله كتيره جدا، الاجابه اكيد عند حضرتك. لا هو طبعا موضوع مش اول مره يحصل في مراحل السنيه. حصل كتير قبل كده مع نادي سموحه، وكان اخذ البطوله وبعد كده تم اكتشاف ان في لاعب سنه مش مظبوط. بس لازم لما ابدا كابتن سيف مع حضرتك ان يا ريت ما حدش يتهم اي نادي، لان ما فيش نادي هيوافق، خاصه انديه كبيره ومحترمه هيوافق على التزوير. ممكن يكون الولد حابب ان هو يلعب في النادي، ممكن حد غوانه، ممكن يبقى الولد بتاعه مستليم، ده بيبان في التحقيقات وفي الاداره القانونيه وشوف اللاعبين اللي هي مختصه بالقيد، لان المسابقات ما لهاش علاقه بالاحتجاجات ديت وحالات التزوير، لان مجال التحقيق بيبقى بيرجع الاول لشؤون اللاعبين هل القيد صحيح ولا مش صحيح، وبعد كده الاداره القانونيه بيشوف الورق اللي متقدم من النادي صاحب الاحتجاج وبيناقشوه وبيتحروا عنه، سواء في الجهات المناطق او الفروع يعني، او في الجهات المختصه الحكوميه واللي مطلع الورق اللي متقدم. يعني اجراءات طويله، لان مش سهل انك انت تقول على نادي مزور او مش مزور. فلازم الامور تبقى فيها تأني وتحقيقات عشان كل واحد يتحقق. تمام. فالامور دي يعني سهله وامور. بس هو الحديث امبارح ما كانش عن نادي، ده كان على لاعب. احنا اكدنا كذا مره ان المصري ملوش علاقه بالموضوع. لا بيدخلوا ان يعني ما احبش الكلمه ان مثلا النادي المصري مزور، نادي الاتحاد مزور، لا. بقول ان في لاعب في حالة تزوير في لاعب. ان اللعيبة دي بتتنقل من نادي لنادي والنادي لنادي. وحضرتك عارف دلوقتي الكورة واضواء الكورة وفلوس الكورة. الولاد صغيرين وشباب صغيرين، ممكن اي حد بيغويهم. حضرتك عارف ان عندنا دلوقتي 2 مليون وكيل لاعبين ولا معتمدين ولا حاجة، كل واحد في منطقته بيغوي الولاد، يعمل اي حاجه، والولاد طبعا عايز يلعب وخلاص. النادي طب ليه يعني؟ طب ليه يا حاج عامر بعد تقديم الشكوى دي المباراه دي ما اتاجلتش مثلا كام يوم لحين الفصل في الموضوع، فالمباراه بتتلعب والناس عارفه ايه اللي هيحصل، ولو حصل كذا هيحصل ايه، ولو حصل كذا هيحصل ايه؟ الموضوع مش هيفرق في حاجه كابتن شيف، لانك انت عندك الشكوى متقدمه يوم 16. يوم 16 لما تيجي تحقق في الشكوى كويس في الجهات المختصه، تقعد اسبوع، تقعد 10 ايام، تقعد اسبوعين، فانت بتنهي موسم وبتنهي مسابقه. وفي الاخر لازم كل واحد هياخد حقه.
لان كل الاعتراضات والاحتجاجات اللي هي بتقام اثناء المباراه ليها مده قانونيه ما عدا التزوير بيتم في اي وقت حالات التزوير يعني. طب هل 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 هل, هل ممكن دلوقتي كل ما واحد هيقدم احتجاجه وما اجل ماتش يعني. طب هل دلوقتي النادي الاهلي حضراتكم طلعتم امبارح النادي الاهلي هو بطل هذه المسابقه رسميا، هل لحين الفصل ولا موضوع اتقفل؟ ما هو خطاب كده. خطاب لحين الفصل. لحين ما الاداره القانونيه والشؤون اللاعبين تفصل في الموضوع. طيب ده ممكن يحصل امتى يا حاج عامر؟ لا انا ما اعرفش، لان انا مش مختص بالتعليقات دي يا كابتن سيف زي ما قلت لحضرتك. الموضوع مش تبع مسابقات خالص. طب هل في ميعاد معين للاحتجاج ولا يقدر يقدم اي وقت؟ ما انا قلت لحضرتك حالات اللي هي 48 ساعه ما عدا حالات التزوير. حالات التزوير حين اكتشفها. حين اكتشفها. طب هل النهارده النادي الاهلي قدم برضه على لاعب موجود في الاتحاد؟ وتحول برضه لشؤون اللاعبين والاداره القانونيه نفس الوضع. يعني هي دلوقتي بقت شكوى قدام شكوى بقى. لا انا في الاخر كاداره مسابقات بتروح لها القرار النهائي بتاع الشؤون القانونيه. ان ده قيده سليم ولا قيده مش سليم. قيده مش سليم بتشوف اللاعب دوت لعب كام من مباراه اللي كسب فيهم او اخذ او تعادل فيهم فبتخصم منه النقاط دي. طب هل من وجهه نظركم حاج عامر، يعني من وجهه نظر حضرتك وانت طبعا بخبره السنين موجود في المكان، اللقطه اللي احنا شايفينها قدامنا ان ماتش بيتذاع على الهواء بيخلص فرقتين بيحتفلوا ان هم اخذوا البطوله، منهم فرقه معاها كاس وبتحتفل، شايف حضرتك المشهد ازاي؟ انت دايما بتحب الخير يا كابتن سيف، وخلي الناس تفرح كلها. مش عايز الناس تفرح. يعني ايه بقى؟ يعني ايه دي؟ يعني انا قلت لحضرتك انا ما اقدرش اتدخل في شؤون الانديه او اربط ده يفرح وده ما يفرحش. كل واحد بيبقى متاكد يعني انا عايز اقول لك متاكد بنتائجه، ونادي متاكد ان هو احتجاجه من وجهه نظره ان هو صحيح وهياخد البطوله، فكل واحد على حسب وجهه نظره. ان حضرتك ما تحاوليش تدخلني في تصرفات الانديه. مش لا انا 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 ولا هي مشكلتي ولا من اختصاصي ولا اقدر اتدخل في تصرفات اي نادي. ولازم الحقيقه انا اشكركم على نقل المباراه. الحقيقه كانت مباراه ممتعه، ويا ريت نبني عليها في القطاعات الناشئين بعد كده، لان الحقيقه المباراه اللي تنقلوها بتفرق كتير جدا مع الشباب. والله والله يشكر عادية. يشكر في كده الحقيقه الاستاذ اسامه الشيخ والشركه المتحده واداره اون، ان احنا يعني الحقيقه الشركه المتحده يا كابتن سيف واسامه بيه الشيخ، الحقيقه التعاون غير طبيعي في كل المباريات، وبنقعد ننسق الجداول مع بعض. القسم الثاني حركوا اليوم دوت، طب القسم الثالث نغيره ساعه ساعه ونص عشان نقدر ننقل اكبر عدد من المباريات في الاقسام المختلفه، ودلوقتي وصلنا للمراحل السنيه كمان. فلازم اشكر الحقيقه الشركه المتحده ومطايم واسامه بيه الشيخ، لان الراجل متعاون ما بيطلبش منه اي حاجه، الحقيقه بيحاول يساعد. ولازم احنا نستغل بقى كابتن سيف الموضوع دوت، والناس كلها تهتم والناس كلها تدي مظهر كويس للمباريات، وكل واحد يبقى رزين في تصرفاته، رئيس النادي يبقى رزين في تصرفاته، لان بيبقى قدوه للشباب اللي موجودين عنده كم كبير من الشباب. المدرب يبقى قدوه في تصرفاته، وفي الاخر القانون ياخد مجراه واللوائح تاخد مجراه. من وجهه نظر حضرتك اخذك على ملف تاني، جدول الدوري الممتاز. يعني دلوقتي الفرق اللي هتشارك في افريقيا والكونفدراليه ممكن ناخد نتائج الدور الاول، الاهلي هيخلص الدور الاول امتى؟ الزمالك هيخلص الدور الاول امتى؟ كله في الجدول يا كابتن سيف متحدد، يعني كل المباريات المؤجله متحدده في الجدول. بس انت طول ما البطوله شغاله بتاعت افريقيا انت ما تعرفش كم مباراه هتتأجل كم مباراه هتتلعب. بينما على حسب خروج عدم توفيق اي نادي. انا فاهم، زي فيوتشر خرج وبيراميدز خرج فبيلعب مباراته عادي في الجدول. انما اللي بيكمل دايما بيبقى عنده مؤجلات اكتر. وبرده فرصه الناس برده. الحقيقه اللي قلبت على الدوري المصري فجاه وكانت بتشيد بالدوري المصري. مين دول؟ ناس مين؟ الناس بقى ولاد حلال ربنا يكرمهم ان شاء الله. ايوه بس الدوري المصري دوري جامد ومنتج قوي، والتجارب كلها اثبتت كده. ماتشات الاهلي والزمالك النهارده
يعني ماتشات جوه مصر وبره مصر اكبر جماهيريه واكبر نسبه مشاهده. دي معناها كابتن سيف ان الدوري قوي ولا مش قوي؟ قوي قوي. يعني دلوقتي لما تحسب حضرتك الانديه اللي بتلعب الانديه الجماهيريه ونسبه المشاهده اللي موجوده فيها. والنهارده شفنا مباراه الاتحاد والاسماعيلي، مباراه جميله جدا ومباراه جداً مفتوحه وكل الفرقتين عايزين يكسبوا وعرض وعروض كويسه جدا. الداخليه اللي هي اخر الدوري عامل ايه مع فلوسر كان بيمثل مصر في افريقيا وند وكله وكل حاجه. حبايه المحله بالعروض اللي بتقدمها والنقط اللي بتجيبها. يعني ما فيش ماتش دلوقتي تقدر تزهق وانت بتتفرج عليه في الدوري المصري. صح، ده زد وجونا النهارده يعني ماتش المفروض يبقى يعني جونا اول مره تتخطف في الخطوه دي، يعني جونا صعب انك انت تجيب فيها جون. صح، علاء عبد العال وخبرته في الدوري الحقيقه بلغه الكوره بيغلس على اي فرقه بيلعبها. صح، بس الحقيقه النهارده من النهارده تلاقي النتيجه بالثلاثه ديت تلاقي مفاجاه لكل المتابعين لكره القدم. دي حقيقه. مجدي عبد العاطي عامل مقدم اداء رائع جدا الحقيقه، والنهارده عامل ماتش كبير جدا، وعلاء عبد العال بصراحه عامل موسم استثنائي. لا كابتن علاء عبد العال يعني علامه من علامات الدوري المصري الحقيقه. صح، وراجل مكافح يعني اكنه بيختار الانديه اللي بتعاني عشان يثبت التحدي، وبيطلع لعيبه بيبقوا نجوم. لا احنا عندنا في الدوري كابتن تامر مصطفى على اعلى مستوى، يعني عندنا مش عايز طبعا احسب كابتن ايهاب جلال ربنا يكرمه بيعمل جيل جديد للنادي الاسماعيلي وشكل جديد للاسماعيلي، نادي الاتحاد ماشي كويس، النادي المصري ماشي كويس، يعني الحمد لله احنا لا دوري عندنا دوري كويس، الانديه قويه ثابت بقى عندنا دلوقتي بينافس في عندك الاهلي والزمالك وزد وبيراميدز وفيوتشر. صح، والانديه الجماهيريه لا عندك دوري دوري كويس جدا. وبعدين لما نعمل احصائيه لغه الارقام يا كابتن سيف كويس هنيجي نشوف المؤجلات. النادي الاهلي لاعب السوبر الافريقي وده ما اتعملش في اوروبا واترفض في اوروبا 25 يوم للنادي الاهلي، يطلع منه 15 يوم كاس العالم الانديه النادي الاهلي برضه ادي 40 يوم، يطلع من كاس العالم الانديه يلعب السوبر المحلي في الامارات على 10 ايام، يرجع كان في مباراه يوم 2 يناير قبل الامم افريقيا جاء مستر فيكتوريا ورفض ان هو يلعبه لارهاق لعيبه الاهلي، لارهاق لعيبه الاهلي. مباراه الاهلي والزمالك في الدوري كانت 15 فبراير بعد الامم الافريقيه جاء الاتحاد الافريقي كان في مباراه متداخله للاهلي على كاس العالم في كاس العالم الانديه راح محولها قال لك احد يومين 16 و17 فبراير. فتم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في ميعادها والزمالك والأهلي في ميعادها. الكابتن حسام حسن طلب أسبوع قبل كل أجندة دولية. صح. ولازم نسمع كلام الكابتن حسام حسن. طبيعي. إحنا داخلين على مرحلة أتمنى إن كل الناس في مصر المباراتين بتوع يوم شهر 6 دولت ما فيهمش هزار يا كابتن سيف. إن شاء الله بإذن الله إحنا بنظهر. نادي كبير إن شاء الله، فلازم كله الله يتوحد حوالين الجهاز الفني للمنتخب مصر عشان نعدي مرحلتين دولت ان شاء الله وتبقى بوابه ان شاء الله وبدايه لمستقبل الكوره ان شاء الله ان شاء الله. حاجه عامل احصائيه من الاخر يا كابتن سيف برضو معلومه كده، النادي الهلال السعودي لعب 36 مباراه حتى الان وكل اللي قلته لك للنادي الاهلي دوت قلته لحضرتك الاهلي لعب 33 مباراه. مفهوم. كل الحاجات اللي عملها والصور افريقي ومباراه السوبر اللي لعبها في اول السنه وكاس العالم انديه وسوبر محلي، فالموضوع من ناحيه النادي الاهلي يعني ما اقدرش اقول بيهاجم انما بيعتب عليا ان في ضغط مباريات على اللعيبه. وبعض الناس الثانيه تقول لك انت مدلع النادي الاهلي وبتلعبه براحتك. انا مش عارف الكلام ده اللي صح ولا الكلام ده اللي صح ولا بعمل انا نص ونص، يعني الامور يا ريت الناس بقى تستوعب ان الكلام ده بقى له سنين بيتعمل، فالواحد بيزعل. يجي الموضوع نادي الزمالك بيكمل هو اللي في بطوله افريقيا والاهلي لم يوفق في موسم من المواسم بقى الزمالك اللي بيتاجل له والاهلي بيلعب وتلاقي النغمه بقت اتغيرت من هنا لهنا. يعني اتمنى ان شاء الله يعني بطريق حضرتك كده الامور تبقى واضحه وزي ما انت ماشي في الخير دايما كده يا رب
توجه الناس الخير ان شاء الله. اخر حاجه خير، واسف على الاطاله، هل يوجد خلاف ما بين نادي انبي واتحاد الكره المصري؟ وامبارح كان معايا الاستاذ امين الشريعي وكان بيتكلم ان انا بعت لاتحاد الكره كتير ما حدش رد عليا قبل المباراه. حضرتك فتحتني في موضوع، هو اتكلم في موضوع بتاع 2008. كويس، وقال ان انا بحط جدول بمزاجي وباجل بمزاجي، وفي نفس الجمله بيقول لك احنا اجلنا عشان خاطر بطوله شمال افريقيا اللي هو المنتخب. الحمد لله يعني رغم ان الكابتن احمد الكسر وجهازه، والحقيقه الكابتن علاء نبيل متابعه، وكابتن محمد يوسف عاملين نتائج كويسه، والبطوله دي اصلا 2007. انما لعدم بدء وتشكيل الفريق بتاع 2007 الكابتن علاء اقترح ان هو يلعب بمواليد 2008 كاحتكاك قوي ل 2008 عشان هو اول واحد هيلعب من المنتخبات اللي موجوده متكونه. فقلنا تجربه قويه وناخدها كمغامره واحتكاك قوي لمستقبل الجيل دوت. فجاء فجاه تم الموافقه على الاشتراك من مجلس الاداره على اشتراك في البطوله ديت اللي هي مواليد 2007. يعني هل انا ارفض؟ اقول لهم لا ما تروحوش عشان تلعبوا مرحله ناشئين، لكن مرحله الناشئين اصلا معموله عشان خاطر اختيار المنتخبات ديت ودول الصغيرين والنواه بتاعت الاجيال اللي جايه. هل انا اقول لاتحاد الكوره واللجنه الفنيه والمدير الفني؟ اقول له لا. يعني ايه المطلوب مني؟ فهنا المفروض المنتخب يرجع يوم السبت، كان في مره هنبدا عشان نلحق قبل الامتحانات نبدا مباراه الدوري الاسابيع اللي باقيه يوم الاثنين. نادي انبي بعت، نادي انبي بعت ان هم الاولاد جايين يوم السبت عندهم مباراه مع سموحه يوم الاثنين، وده ارهاق على الاولاد ان هم ينزلوا يروحوا يسافروا اسكندريه. واحنا عندنا 8 لعيبه في المنتخب. اقتنعت بالمبرر بتاعهم. وبدل ما يلعبوا يوم الاثنين رحلت كل الاسبوع انه يبداوا يوم الاربعاء. تمام. في خطا مني؟ لا. في عندي مني ناحيه انبي؟ لا، بس هو بيتكلم على المباراه الاخيره دي ان ما حدش رد على الشكوى، يعني ما حدش قال له انا بلعب هكسب مش هتكسب هتستنى نتيجه التحقيق. يا كابتن سيف بعد اذن حضرتك، اي حد بيلعب اي مباراه بيلعب عشان يكسب. بيلعب على ايه؟ بيقدم احتجاج عشان يكسب. انت يعني داخل الكمبيوتر انت عايز تتعادل النهارده ولا تخسر فرق جون ولا تكسب فرق جونين؟ انت بتلعب اي مباراه المفروض تكسب. دي نمره واحد. نمره اثنين، لما تقدم الشكوى يوم 16. وفيهم فوز الاسبوع جمعه وسبت. والموضوع مش عندي انا كمسابقات. الموضوع في الاداره القانونيه. طب الموضوع مش عند حضرتك، امال هو يعني المفروض انا اتصرف في ايه؟ يعني حضرتك لست طرف يعني حتى في موضوع الاهلي بقول لحضرتك الموضوع عند شؤون اللاعبين والاداره القانونيه. اي حالات فيها احتجاجات على تاريخ ميلاد ولا حاجه، القيد ده تبع شؤون اللاعبين. والتحقيقات تبع الاداره القانونيه. وممكن يستعينوا بسجل مدني، بيبعتوا يستعينوا بحاجات جهات حكوميه. كل الموضوع ده مش هينتهي في يومين ثلاثه. طب من وجهه نظر حضرتك القرار الاخير امتى ممكن ناخد قرار نهائي في المسابقه دي؟ يعني امتى التحقيقات دي تخلص؟ خلال قد ايه؟ لا معرفش والله، ده مش شغل يا كابتن سيف، ما اقدرش اتكلم. تمام يا حاج عامر. يعني حالات قبل كده كان في مواليد 2000 سموحه كان واخد البطوله. وحصل حاله من الحالات، وبعد شهر اتحكم بعد ما سموحه احتفلت وعملوا الحفله، طلع قرار الاداره القانونيه ان في حاله تزوير لاعب او عدم صحه قيد لاعب في سموحه واتراحت منه البطوله. اذا القانون ان الاهلي بطل المسابقه لحين انتهاء التحقيقات، صح كده؟ طلعنا في كلمتين في جملتين. تمام. فالناس ما تستعجلش، كل واحد ياخد حقه في الاخر. تمام. بشكرك حاج عامر وبتشرف بوجود حضرتك دايما. شكرا يا كابتن سيف. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. حاج عامر حسين، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. طيب يعني امبارح برضو كان المصري طرف القصه، وليس نادي المصري، بنتكلم على قطاع الناشئين بالنادي المصري، ان في لعيب امبي مقدم شكوى ان هو اللعيب ده مزور او شهاده ميلاده. المصري ليس نادي المصري، ليس طرف في الموضوع. كابتن عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين بالمصري، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك والبرنامج بتاعك العظيم. ربنا يخليك. ما يخص يا فندم هذا اللاعب بدون ذكر اسمه عشان ما نعملش شوشره للولد لو في مظلمه، ما يخص هذا اللاعب، هل فعلا عنده مشكله؟ هل فعلا ورقه فيه قصه؟ نهائي نهائي نهائي، لان لا لو كان في مشكله ما كانش تم قيده. النادي المصري قدم اوراق قيد اللاعب طبقا للقواعد القانونيه لتنظم القيد داخل اتحاد المصري. واللي قدموا الاوراق يمكن انا بعتها لحضرتك، بطاقه اللاعب الشخصيه كمبيوتر،
حديثه مستخرجه بتاريخ 5/20/23، شهاده الميلاد كمبيوتر مستخرجه 20/8/23 من سجل مدني تبع الاحوال المدنيه والتابع لوزاره الداخليه، اقرار من اللاعب بانه غير مطلوب للتجنيد، مشفوع بتوقيعه والرقم القومي وبصم على الاقرار، اقرار من اللاعب بانه لم يلتحق باي مرحله تعليميه ولا يملك اي شهاده جامعيه، موقع من اللاعب ومشفوع بالبصمه الخاصه به، وثيقه التامين على الحياه والعجز الجزئي بمبلغ 300,000 جنيه على الفتره من 15/9 الى 15/9/2023 وحتى 15/9/23، صدر بتاريخ 13/9/22، اقرار من اللاعب بان جميع هذه الاوراق المقدمه للنادي المصري الخاصه بالقيد صحيحه وتم استخراجها من الاماكن الحكوميه المخصصه على مسؤوليته الخاصه. ثم هناك عقد توثيق موثق قدام حضرتك من الاتحاد المصري لكره القدم لمده 3 سنوات من 2023/24 وحتى 2025/26. اين الاوراق التي تثبت عدم صحه قيد اللاعب اذا كان هذه الاوراق قدمت للاتحاد المصري لكره القدم اعتمدتها منطقه بورسعيد لكره القدم واعتمدوا العقد في الاتحاد المصري لكره القدم واصدر القانون الخاص. ايمن الشريع يا فندم على مسؤوليته الشخصيه بيؤكد تزوير هذه الاوراق رسميا معانا امبارح على الهواء ومعاه برضه مستندات وبعتها لنا برضه. اسمح لي بعد اذن حضرتك، اسمح لي بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. اولا بيان الاتحاد المصري لكره القدم اللي صدر امبارح بتاريخ 21/4/2024 على 1641 والذي يتضمن فوز النادي الاهلي بمسابقه الدوري ولكن نظرا لتقدم نادي انبي باحتجاج يوم 16/4 احتجاج يتعلق بالتزوير يتطلب البحث فيها من عده جهات خاضعه غير الاتحاد المصري. صح. اين هنا بقى علينا حضرتك يروح المتهم بريء حتى تثبت ادانته. صح. عيب كبير جدا ولا اقبل ان يقيل الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي الانبي وهو رجل مسؤول ان يقدم اتهامات لنادي مصري. النادي المصري الذي انشئ 1920، النادي المصري اللي لعب في الدوري الممتاز جميع مسابقاته. كابتن عباس كل احترام يا فندم، النادي المصري مش طرف في الموضوع، احنا من امبارح بنقول كده. استاذ سيف بعد اذن حضرتك. هو قطاع الناشئين، اسمح لي، قطاع الناشئين في النادي المصري مش جزء من النادي المصري؟ طبعا. طب خلاص. بس انت فندم، انت فندم مش مسؤول، انت اللاعب بيجيب لك ورق بيقدمه، لو لا قدر الله اللاعب ده عنده مشكله هو المسؤول مش حضرتك اللي مسؤول. طب حضرتك احنا بقول ايه؟ المتهم بريء حتى تثبت ادانته. مظبوط يا فندم، مظبوط. طيب ازاي هو حضرتك لو طلع مع حضرتك امبارح وانا سمعته بنفسي ان النادي المصري مزور؟ لا، النادي المصري ليس في حاجه للتزوير، احنا مش عايزين بطوله، احنا كل شغلنا يا استاذ سيف الهدف منه ازاي نصعد ناشئ للفريق الاول. انا مش عايز بطوله. انا النهارده حضرتك بلعب 2006 طبقا لقوانين الاتحاد المصري لكره القدم، انا 56 بونت. نفس المشكله. فيشر 56 بونت، الاسماعيلي 56 بونت. تمام. لغايه دلوقتي مين الاول؟ مين بطل الدوري؟ انا ولا الاسماعيلي ولا فيوتشر؟ مستنيين برضو قرار يطلع وحسب المواجهات المباشره وحسب الاهداف. اذا حضرتك دخلت دلوقتي على الخط يا فندم، كابتن عباس حضرتك دخلت على الخط دلوقتي وحضرتك بتقول لا انا متصدر للولد، ورقه سليم 100%، صح كده؟ الولد جميع اوراقه اللي قدمت للنادي المصري اجزم بانها سليمه 100%، والنادي المصري سجل الولد بكل شفافيه وقدم الاوراق، ولو كان هناك اي اعتراض من اي جهه مسؤوله كنا وقلنا له اتفضل. انا دلوقتي بس بطلب بعد اذن حضرتك هذه الاوراق، البطاقه الشخصيه، شهاده الميلاد، مستخرجه منين يا استاذ سيف؟ مستخرجه من السجل المدني. تمام. التابع لمين بقى حضرتك؟ التابع للاحوال المدنيه، التابع لوزاره الداخليه، وجايه لي بطاقه كمبيوتر وشهاده ميلاد كمبيوتر. كيف اشك في هذا الامر على الاستاذ الفاضل رئيس نادي انبي؟ له الحق ان يثبت حقه في هذا الامر، يثبت ان انا مزور. ولكن انا بقول لحضرتك القضيه او العمليه المنظوره دي ليس لها علاقه باتحاد الكوره، هي عمليه خارج اتحاد الكوره. واذا ثبت، انا بقول لحضرتك اهو، اذا ثبت صحه موقف النادي المصري سنعود على الكابتن على الاستاذ ايمن الشريعي
انه يجب عليه انه يطلع يعتذر للنادي المصري في نفس المنبر المحترم بتاع حضرتك. تمام تمام يا فندم. تمام تمام يا كابتن عباس يا فندم. اتفضل. استاذنك بس بعد اذنك معلش. اتفضل يا فندم اتفضل. انا قلت لحضرتك توجيهات الاستاذ كامل ابو علي اعضاء مجلس الاداره المحترمين جميع الناس المسؤوله، اول ما استلمت العمل احنا ما يهمناش بطوله، احنا يهمنا تطوير مستوى اللاعب، يهمنا عوده اللاعب البورسعيدي لصفوف النادي المصري، يهمنا هندعم الفريق الاول بكام لاعب من الناشئين، والحمد لله طلع عند حضرتك دلوقتي في الفريق الاول 5 لاعبين. طلع حضرتك حارس مرمى منتخب مصر 2005 الاساسي. عندنا احمد وهب وعندنا 2 ناشئين في 2008 منتخب مصر. هذا ما يقدمه النادي المصري لمصر. النادي المصري طول عمره بيقدم اللاعبين لمنتخبات مصر وحضرتك تعلم هذا الامر. وصلت الرساله كابتن عباس. والنادي المصري كبير وعظيم بجمهوره ومجلس ادارته الاستاذ كامل ابو علي ومجلس ادارته وخارج نطاق التقييم. بشكرك كابتن عباس، بشكرك شكرا جزيلا كابتن عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري. وباكد ثاني وثالث، وده اللي قلناه امبارح الحقيقه مع استاذ ايمن الشريعي، ان هو الراجل قال كده، قال المصري برضه بره الموضوع، يعني بيتكلم على حاله لاعب، ولكن الامور دلوقتي يعني بقت لان الجميع له حق الرد. المصري بيأكد ان الولد 100% سليم، ام بي بيؤكد الولد في قصه، ننتظر بقى الامور القانونيه لنرى. علي معلول اموره في النادي الاهلي بتبعد، ما بتقربش، النادي الاهلي تمسك برقم معين وقفل على كده وحط 2 بدائل ممكن بعد البطوله، او لا حديث عن الاشياء دي بعد غير بعد انتهاء البطوله الافريقيه، ثم يبتدي النادي الاهلي يا علي معلول يا الاثنين يجددوا. زيزو زملكاوي ومستمر في نادي الزمالك بكام ازاي، دي مش مهم او مش بتاعتي، ده بس خبر لجمهور نادي الزمالك. منتخب 2005 وائل شيتوس في سكاوتنج بيبصوا عليه من بره، في 3 لعيبة على رادار أندية من بره. منتخب 2007 أسامة نبيه في 4 لعيبة على رادار سكاوتنج وعلى رادار فرق من بره. انا بس بقول لعيبة من غير اسامي عشان كله يسخن ويعرف ان هو تحت الكشاف. في بطوله النهارده هيكون في تقرير معاكم، بطوله فروسيه، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء ايهاب لطفي نادي مدير المدرعات للقوات المسلحه، مؤتمر صحفي للاعلان عن فعاليات البطوله العربيه العسكريه للفروسيه لقفز الحواجز والتقاط الاوتاد، والتي نظمها القوات المسلحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجالي بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية بمشاركة 11 دولة عربية. بطولة الحقيقة العالم كله بينتظرها والعالم كله بينظر ليها، موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، جديدة في كل حاجة، لأول مرة بتتعمل بالشكل ده. وكان في النهاردة انبهار من الضيوف والناس اللي موجودة على حسن التنظيم، على البنية التحتية للدولة المصرية اللي أصبحت في حتة تانية، وكل يوم في مصر جديد. نشوف التقرير ثم فاصل، وبعد الفاصل كابتن خالد الغندور ملك التوقعات نشوف عنده إيه النهاردة بعد الفاصل. احنا بنشارك الافتتاح والعمل الرئيسي للبطولة العربية العسكرية بقطاعات مختلفة من رياضات الفروسية، سواء الأوتاد او سواء قطاعات المختلفة من الناشئين والكبار في عديد من البطولات الدولية، لتحويل البطولة الاولى الى مهرجان للفروسية، الى محبة عربية لهذا القطاع اللي بنشاركه التطوير كما نشارك كافة الأجواء الرياضية الأخرى التطوير. أتمنى لكل الوفود على بلدها وفي بلدها وعلى أرض مصر طيب الإقامة والتنافس القوي الذي يبرز مدى تطوير الرياضة العسكرية بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة. بطولة كبيرة جدا، بطولة عسكرية وبطولة ناشئين دولية وبطولة جمهورية، وده توجه مهم من الدولة لتطوير رياضة الفروسية. في منشآت كبيرة جدا تمت،
وانا سعيد ان احنا جزء من منظومه بتسعى لانجاح رياضه الفروسيه في جمهوريه مصر العربيه. احنا اتفقنا مع الاتحاد الدولي للفروسيه لاقامه بطولتين دوليتين في شهر ديسمبر، وامبارح كنا في اجتماع الجمعيه العموميه الغير عاديه للاتحاد الفروسيه العربي، وتم الاتفاق على اقامه بطوله عربيه تحت اسم الاتحاد العربي للفروسيه برضه في شهر اكتوبر. فان شاء الله شهر اكتوبر هيبقى فيه زخم كبير وبطولات كثيره دوليه وعربيه ان شاء الله. نشكر جمهورية مصر العربية ونشكر سيادة الرئيس خصوصا على رعايته هذه البطولة والموافقة على يعني استضافة البطولة هذه. طبعا احنا من فترة طويلة للأسف بطولات الفروسية كانت يعني اتغام لكن بشكل محدود جدا، ذلك لأنه رياضة الفروسية شوي فيها يعني مكلفة وما حتجد الميادين والخيل في كل الأماكن، لذلك الآن احنا يعني تأتي أهمية البطولة هذه بعد يعني فترة طويلة ما عملنا، رجعنا اليوم لقينا نفسنا الحمد لله رب العالمين مشاركين في بطولة أو حنعمل بطولة إن شاء الله في جمهورية مصر قوية جدا، مضمار جديد وخيل جديدة وقوية إن شاء الله وفرسان عندهم خبرات، لذلك احنا حيكون فرصة لتشارك الخبرات وفرصة لتحقيق نتائج وفرصة لتطوير الخيل وكذلك الفرسان ويعني حتى الفكر الرياضي بشكل عام. النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية بتمثل انطلاق أو عهد جديد للفروسية المصرية. الفكرة كلها إن أنت بتشتغل على رياضة أو اتحاد كانت إلى حد كبير جدا خلال الفترة الماضية منحصرة في أوساط معينة وفي أماكن معينة ومدن معينة، لكن النهاردة أنت بتشتغل على عهد جديد للفروسية المصرية. تدخل معانا القوات المسلحة المصرية بكل قوة وبدعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر رياضة الفروسية وتعميقها في المجتمع المصري ووضع آليات وضوابط وأندية للفروسية لممارسة الأنشطة الفروسية المختلفة. محمد صلاح لعيب مهم جدا 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 لاي منتخب في العالم. الحكام هنا بيبقى عليهم ضغوط وبيقلقوا، انت تدفع فلوس عشان تلعب في الزمالك. ابو جبل منذ ان ترك الزمالك اصبح لا يفكر في كره القدم من وجهه نظره. رمضان ده لو في الاهلي وتم استبعاده كان هيحصل ايه؟ ياسر ابراهيم اتظلم ظلم كبير جدا. شكرا على الصفقات الجديده اللي هتقوم الزمالك على حيله. هو الاجهاد ده مرتبط بالاهلي بس؟ بس خلاص. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ملك التوقعات خالد غندور. انا هبتدي بحاجه واحده. كابتن خالد مساء الخير. هبتدي بحاجه واحده. ايه هي؟ قلت لك هقابلك الاسبوع اللي جاي وقابلتك. قلت لي بقى قابلني. كل الناس شارعه تقول لي ادي هيقابلك. المهم ان كابتن سيف كلمني بعد التوقع ده بيوم في التليفون، قلت له لا ده ما يمنعش ان انا هاجي اقابلك الاسبوع اللي جاي. والله العظيم انا وانا بتفرج على الماتش، الماتش مش واحد بعدين رجع الاهلي، ده فاضل كان فاضل 17 دقيقه 1-0. انا عمال اقول ايه يخلص 1-1 عشان خالد الغندور ما يصدعنيش. 2-1 خلاص عرفت ان هي حفله كبيره يعني. انا عايز بس ابتدي معاك في ترند كده حاصل النهارده وكده او من امبارح على فيديو لاحمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو انت عارف لعيب خلوق جدا على فكره، وبيجي يتكلم على جماهير الاهلي بيتكلم بمنتهى الاحترام والود، وحتى قبل كده جماهير الاهلي ناديته وراح حياهم وكده. فابتدى الترند على فكره ايه، كان زيزو داخل كان بيحضر الماتش امبارح، هو مصاب خرج من المعسكر، فكان بيقول احد مش عارف مين بيصوره بيقول له يعني خلي الجمهور ده يزوم على الحكم شويه. ما معناها يعني هو مش تشجيع بس يزوم. فانا عايز اقول على مدار تاريخنا بقى كابتن سيف ان الجمهور يزوم على الحكم دي حاجه مش عيب، لان انت لو على مدار تاريخنا كل مثلا لو كره جت في كتف لاعب مثلا يعني بيشوطها مثلا فجت في كتف لاعب في ال 18، فهتلاقي الجمهور يروح حاجه فاهم
وفي تلاقي جمهور مثلا الايام الجديد بقى الايام دي يقول لك ايه الفار فين؟ فاهم قصدي؟ الفار فين؟ ارجع للفار، ارجع للفار. مثلا ما كنا اي ضربه جزاء مثلا بتاع، فالجمهور بيزوم. الزوم ده مش معناه ان انت يعني عايز تاخد حق مش حقك، لكن في النهايه الحكم في بعض الاحيان بيحس بضغط ممكن يروح للفار عن طريق الضغط. فده اللي انا عايز اقوله، بس ان فكره ان الجمهور يزوم على الحكم دي بتحصل من ايام ما كنا بنلعب ومن قبليها مع اي كوره فيها نوع من الشك للفريق اللي بيشجعه. رايك ايه في اداء الزمالك وشايف المشهد ازاي؟ غير موفق بنسبه كبيره ولا الاداء ايه؟ كابتن سيف، فرق كبير جدا 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 ما بين الزمالك وهو معاه عمر جابر، معاه زيزو، معاه فتوح، معاه ناصر ماهر، معاه اوباما، معاه عبد الله السعيد. فما تيجي بعد 3 4 ايام تغير قوام الفريق بالكامل اللي كسب النادي الاهلي، فيبقى تلاقي زيزو مش معاك، تلاقي وهو حل من الحلول القويه جدا، تلاقي عمر جابر اللي بيحل لك في غياب عبد الشافي ورحيل بعض عبد الله جمعه ودخول المسلوسي لجوه ورحيل عبد الغني، بقى بيحل لك عمر جابر يلعب باك رايت. طب ما فيش حد فتوح اتعور، طب يلعب عمر جابر يعني بكليف. انت شايف ان ليس في الامكان افضل مما كان؟ لا، كان في اخطاء من جوميز. ما ينفعش جوميز يعتمد على شيكابالا من بدايه اللقاء ومتيابا. يعني في النهايه كان بدليل ان هو في ماتش الاهلي اما خرج زيزو دخل متيابا. احمد حمدي لازم يلعب كصانع العاب، ما يلعبش ناحيه الشمال، لان دي وجهته. حمزه المسلوسي في الماتشات اللي هنا طالما ما عندكش باك وما عندكش ضغط جامد قوي، فممكن تدخل المسلوسي جوه وتلعب سوري الزناري جوه وتلعب حمزه المسلوسي في مكانه الاصلي الباك رايت، عشان المسلوسي بيعرف يعمل اوفرلاب وبيعرف يعمل العرضيه. جوميز يتحمل كام في المية من النتيجه؟ لا، بيتحمل جزء، ولكن في النهايه برضه هو معذور، لان القوام الاساسي بتاعه اللي بيلعب فيه في الدوري، حتى لو ناصر ماهر مش موجود وعبد الله السعيد مش موجود، لا عمر جابر مش موجود، زيزو مش موجود، اوباما مش موجود، وكمان فتوح مش موجود. طيب معايا لقطه النهارده في مباراه الاسماعيلي والاسماعيلي والاتحاد السكندري. الاتحاد هو كان صاحب المباراه، ما جابش حد للكور. انت عارف ان كان في ازمه بتاعه الماتش الاهلي والزمالك وعشنا فيها. بص، وكنا اتكلمنا ان في الدوري الانجليزي عملوا الفكره دي. فعملوا فكره زي بوكسات هيحطوا فيها الكور واللعيبه تاخد الكور من البوكسات. على فكره جميله جدا. وعلى فكره كابتن سيف، الموضوع برضو عايز اقوله يعني عشان نفكر الناس، الموضوع مش مرتبط بس بان لعبت يعني الاولاد اللي كانوا موجودين في ماتش الزمالك والاهلي خبوا الكوره 10 ثواني 20 ثانيه، لا، في قبليها كمان مثلا الزمالك كان مغلوب من الوداد، فمدحت عبد الهادي، اللعيبه الولاد الصغيرين. أيوة، ما بيأخروا. مش بنتكلم الظاهره معانا خالد، احنا بنتكلم الظاهره. انا بقول لك ان الفكره دي هتلغي فكره الانتماء بقى، ان الولد الصغير اللي بيعيط عشان فرقته، اللي نازل مثلا من قطاع يعني خلينا مع الفكره، مالناش دعوه لا، انا بديك امثله ان على مستوى العالم بتحصل ساعات. فانا شايف ان طبعا فكره، انت الولد هيبقى واقف برضو في بوكسات كده حوالين الملعب، هو الولد مش دوره بس دوره بس ان اول ما الكوره تطلع بره يحطها في البوكس ويقف. شيء رائع الحقيقه. بس كده نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، احمد عبد القادر ناديت عليه كتير. اخيرا. والله انا معاك يا كابتن سيف، انا يمكن كنت مستغرب جدا من عدم ضمه في كاس العالم للانديه، وقلت ازاي لعيب زي ده كان جايب لي جونين في كاس العالم للانديه اللي قبليه استبعده من 23 ولا 25 اسم. كابتن سيف، اللعيب اللي عنده الحلول قليل في مصر. واحمد عبد القادر من اللعيبه دي. عشان كده دايما اللعيب هو قوي بدنيا وما بيخافش من الضغوط او الماتشات الكبيره، فتلاقيه مثلا غاب 3 شهور فجه يلعبوا ماتش الزمالك. ده كلامك من زمان؟ يا ريت لو في عندك في الاعداد عندهم. انا اتكلمت معاك اكتر من مره وكنت بطالب ان هو يكون متواجد. طب تعالى كده ناخدك كده وتسمع انت قلت ايه. يا ريت نشوف. يا ريت. يلا. احمد عبد القادر، انا من وجهه نظري وياما طلعت معاك يا كابتن سيف، انا معجب بيه. تمام. وشايف ان احمد عبد القادر من اللعيبه اللي لابد ان تعامل معامله خاصه. تمام.
لان في لعيب كده نفسيا تعرف تطلع منه كل حاجه بتعامل بيعطيه قيمته كلاعب. تمام. اما بتحاول تقلل منه او تسخر منه او تسخر من ادائه او بتلاقيه هبط. تمام. يعني ده جزء من كلامي. فانا شايف ان احمد عبد القادر بصراحه لعيبه قليلين في مصر اللي مختلفين. احمد عبد القادر واحد من اللعيبه القليله المختلفه في مصر. زي ما قلت لك كابتن سيف، اما تيجي تقعده 3 شهور وينزل ماتش الزمالك ويجيب لك هدف التعادل في كره عرضيه ميته وصعبه. على فكره لو جبتوا لي هدف عبد القادر في الزمالك، يعني لو عدتوه بوش رجله وهو بيترمي، يعني دي مهاره مش اي لعيب يعملها. يعني والكره جايه عرضيه كده بوش رجله بيترمي بيحطها بقوه كده. فده لعيب مهم جدا ولعيب مميز جدا، وانا سعيد لان لقيت كتير من الناس بعد ماتش مازيمبي بيقول احمد عبد القادر ده ما يقعدش تاني. احمد عبد القادر ده لازم زي ما قال الغندور يتحطوا الفرق. لا والله طيب. زي ما قال الغندور سرع بقى معايا الريتم. محمد الشناوي في حاله عودته؟ محمد الشناوي في حاله عودته دي بترجع بقى للمديرين الفنيين. وجهه نظرك انت فنيا؟ انا شايف ان مصطفى شوبير طالما ماشي ومكسر الدنيا في بطوله افريقيا يكمل. يكمل. اه طيب زيزو عندي معلومه مؤكده ان موجود في الزمالك خلاص. اقول لك حاجه بس معلومه. قول. زيزو شخصيه عاطفيه جدا طبعا، وبيكن الفضل للنادي اللي عمله. زيزو بعد ما لقى حمله امبارح والنهارده عليه، يعني باكد لك ان زيزو هيكون في الزمالك 100% وهيدوله اللي هو عايزه بقيمته. طيب كهربا الان هو رقم كام في مهاجمي النادي الاهلي؟ كهربا ملوش رقم في المهاجمين. يعني يعني كهربا مش مهاجم اساسي. كهربا مش مهاجم اساسي. ايوه بس كهربا تم توظيفه. بس هو ده مصنف في الحته دي، بيلعب بيجيب بطولات جاب بطولات. كابتن كهربا تم توظيفه في المكان ده في وقت معين كان الاهلي بيعاني منه في المكان. طيب ده لو احنا دلوقتي بنقول مودست وسام كهربا ترتبهم ازاي؟ اقول لك وسام نمره واحد قولا واحدا، ياتي من بعده كهربا ثم مش شايف حد بعد كهربا. مش شايف حد. الافضليه لوسام ولا كهربا؟ طبعا وسام. طبعا وسام كراس حربه. وسام ابو علي كراس حربه. كهربا كهربا طبعا لعيب هيفيدك في اما تحطه في المكان ده، عشان هو بقى له سنه بيلعب في المكان ده وبقى متمرس. بيعرف يجيب جون في بعض الاحيان، بيضيع فرص بس بيجيب فرص، لكن هو بيجيد في الطرف اكتر. بس مشكله كهربا انه ما بيعرفش يدافع، فعشان كده بيدخله جوه كراس حربه، عشان هو اما بيلعب طرف ممكن يصنع لك الفارق يعدي واحد على واحد، لكن ما بيرجعش يدافع مع الباك بتاعه. شايف ان الاهلي في احتياج شديد لامام عاشور في المباراه اللي جايه، ولا الراجل ما ياخدش الريسك؟ هو امام عاشور لو جاهز وكويس الاهلي في احتياج اليه، يعني اكيد. يعني امام عاشور افضل لاعب رقم 8 في مصر. يعني انا من وجهه نظري، يعني انا من وجهه نظري لعيب بيشوط برجلين الاثنين، لعيب عنده مهاره، عنده قوه، سرعه، بيدافع، بيهاجم، لعيب مميز جدا امام عاشور. بس لو هو جاهز يلعب. يعني لو هو جاهز يلعب، لكن مش جاهز 100%، اصل موضوع الكتف ده مش سهل برضه يا كابتن. مين راس حربه نادي الزمالك؟ راس حربه الاساسي؟ يعني من وجهه نظرك. سيف الجزيري. سيف الجزيري. سيف. ازيك يا سيف؟ بارك ايه؟ كمان واحده سيف. عمل ايه؟ خد سيف. كمان سيف. طيب سيف الجزيري. شوف حد كان يعرف وانا بتوقع معاك. بطلع بيل. ان سيف هو اللي هيجيب الجول. عشان نيجي على الدنيا قبلك. الاهداف الضائعه في المباراه اللي فاتت عجائب وطرائف. سيف الجزيري وحسام عبد المجيد. هي بتاعت حسام عبد المجيد اللي مش طبيعيه. يعني في كور جت لسيف بس هو بينط عليها، بس هي عاليه عنه يعني وراه، يعني مش قدامه فضيعها. ما تكون قدامك الكوره وتتحكم فيها، لكن ما تكون كوره جايه لك عاليه فانت بتحاول تجيبها مش متحكم فيها قوي، فهي جات له كذا كوره كده ما كانش متحكم فيها قوي، ما كانش راكب الكوره. لكن مثلا بتاعت حسام عبد المجيد دي طرائفه عجيبه، كان الكوره بتقول لك مش هتخش يعني مش هتخش. بس انا بقى في حاجه يا كابتن سيف. اتفضل سريعا. بس في ناس بتقلل من الزمالك. لا لا وبتقلل، لا بتقلل من الفرقه اللي بتلاعب نادي الزمالك، يقول لك ده ال 15 في الدوري، ده فرقه مركز شباب، ده معرفش ايه. خلينا بس نشرح للناس. اول حاجه فروقات كبيره ما بين الزمالك ودريمز في التاريخ وفي الاداء وفي الفنيات وفي كل حاجه.
وفي الدوري وفي المشوار وفي كل حاجه. موافقك. ظهرت الفرقه امام الزمالك بشكل مرتب. لا غير كده بقى كابتن، هديك معلومه. نادي الاهلي نادي كبير بيلعب في البطوله الاكبر، صح؟ الاهلي لما كسب الكونفدراليه فاكر الفريق اللي كان بيلعبه؟ انا مش فاكر اسمه، انت فاكره؟ سيو سبورت. سيو سبورت موجود على الساحه؟ بطل الكاسه موجود على الساحه؟ دلوقتي لا. طيب النادي الاهلي لما كسبه، كسبه في الدقيقه كام؟ خد البطوله في الدقيقه كام؟ عماد متعب اعتقد في الدقيقه 90، في الدقيقه 97 او 96 في اخر ثانيه. يعني سيوه اللي هو ملوش تاريخ، اللي ملوش بتاع، كان ممكن ياخد البطوله من النادي الاهلي. أيوة. والنادي الاهلي طوال 96 دقيقه ما جابش جون. ايوه بس انت هنا ده وده في النهائي. بس انت هنا يا خالد مش ده اللي بقول لك، مش بالاسم يا كابتن. طبعا بالاسم. طبعا مش بالاسم، ما الكوره مش بالاسم، بس ما فيش مقارنه. ممكن مباراه علق. أيوة بس ما في، انت فاهم قصدي؟ ما هو المباراه دي علقت. غير بقى كده يا كابتن سيف، ان انت بتلعب بدون القوام الاساسي بتاعك. صح. فالنهارده لو زيزو رجع الماتش اللي جاي وفتوح رجع، نمره اتنين بقى، انا اديك مثلا فرقه دريمز دي. في ماتش الدور الثمانيه كسبت الملعب المالي في المالي 2-1. المباراه الثانيه اسهل ولا اصعب؟ المباراه الثانيه 1-1. المباراه الثانيه للزمالك اسهل ولا اصعب؟ لا مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه صعبه، طبعا صعبه، اجواء، جماهير، عندهم اول مره يوصلوا للنهائي، لكن الزمالك فرقه تقيله ان شاء الله يكسب، وتقدر تتعامل مع المباراه دي ويكسبوا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله الزمالك والمين؟ والاهلي ان شاء الله باذن الله. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني بقى ونخش كده في تفاصيل سريعه. ايه رايك امبارح في لقطه الاهلي الاهلي وانبي الناشئين؟ بص يا كابتن سيف، موضوع اللقطه دي اتعادت زي ماتش الزمالك والاهلي قبل كده، يعني 99. بس عايز اقول حاجه، يعني انا سمعت الكابتن بدر رجب وسمعت الاستاذ ايمن الشراي وسمعت النهارده الاستاذ عباس رئيس قطاع الناشئين. موضوع التزوير ده هو مجرد معلومه صغيره بس. التزوير ما بيفرقش غير تحت 13، تحت 14، تحت 15، لكن لعيب مواليد 2003 يعني عنده 21 سنه هيفرق في ايه التزوير؟ يعني مثلا لو لعبت مثلا لعيب تحت 21 سنه، لعبت لعيب عنده 23 سنه وهو ما اكتسبش اي خبرات، هيفرق في ايه؟ الفرق بيفرق قبل البلوغه يا كابتن سيف في القدرات البدنيه، العضل، العضل اكتمل ولا لا، السرعه، القوه، يعني فاهم قصدي؟ ان انت من المهاره اللي عندك اللي بتكتسبها. شايف المشهد ازاي؟ شايف المشهد ان قبل كده على فكره، يعني كابتن بدر رجب على فكره الاهلي قبل كده خد كذا بطوله بالتزوير، يعني شك في لعيب فقال ده مزور فادوا الماتش للاهلي فخد بطوله في الناشئين. امبي على فكره ياما زور لعيب والاهلي كان عنده فرقه كامله مسننه وفيها مزور شالها، والزمالك كان عنده لعيبه. بس تصريح قاسي قوي ان امبي ياما زور لعيبه، ده يعني امبي قطاع قوي وقطاع محترم يا كابتن سيف. مش تصريح قوي، انا بكلمك على ماضي. في لعيبه في امبي كانت مزوره، كان في لعيبه في امبي مزوره، في لعيبه في المقاولين كانت مزوره، في لعيبه في لعيبه في الاهلي كانت مزوره، في لعيبه في لعيبه في الزمالك كانت مزوره، في لعيبه في الزمالك كانت مزوره. هل في انديه خدت الدوري في قطاع الناشئين والشباب ان هم شكوا في لاعب بالتزوير؟ حصل. النادي الاهلي نفسه خد بطوله ان كان في لعيب مزور في نادي تاني فخدوا الماتش. يعني انت شايف اللقطه عاديه؟ نفس القصه. ايه شايف اللقطه عاديه؟ لا بص، النادي الاهلي هو بطل الدوري خلاص، بالاهداف وبالمواجهات المباشره. انا عايز اقول لكم، انتوا جبتوا حته امبارح في ولد اخر ثانيه في اللقاء راح مرقص لعيب الاهلي كده وراح حطها بوش رجله، الحارس صدها. لو جت جون دي انت شوف دي اخر كوره، تمام؟ هما لازم يكسب فرق اتنين. ماشي، ادي خلاص. لو جاب الجون ده هو فرق اتنين، خد الدوري حتى لو من غير تزوير. فراح الماتش الحكم صفر بعديها كابتن سيف، راح اللعيب ايه هاصت وانها فازت على الاهلي. يعني الكوره دي لو جت كان امبي خد الدوري، لانه هيكون فرق الاهداف لصالحهم. لكن اللي انا عايز اقوله ان الدوري للاهلي بالاهداف وبالمواجهات المباشره باللائحه. لكن بقى فكره فرقه زورت فرقه ما زورتش في النهايه العلم عند الله، وفي قانون ياخد مجراه. بالظبط كده. طيب انت ليك تصريح قلت الزمالك بره قصه الدوري، خلاص الدوري السنه دي بعيد. هل ما زلت عند رايك؟ ما زلت عند رايي. انا يعني على فكره برضو في ناس بتتكلم على فكره الزمالك يطلع الثاني، الزمالك يطلع الثالث. معلومتي يعني ان الزمالك كده كده موجود في افريقيا السنه الجايه، لان هياخدوا في مقترح قوي جدا، هياخدوا بال
التصنيف مش يعني فاهم قصدي يا كابتن سيف؟ ان السنه الجايه وكان قبل كده متسيبي قال ان مثلا في السوبر ليج عايزين الزمالك يكون مشارك في البطوله، يعني في حاجات كده هيبقى ليها اعتبارات مختلفه. لكن اللي انا بقوله لا انت بتقول ايه؟ بس انا بتكلم في افريقيا والكونفدراليه، اول تاني تالت رابع. بص يا كابتن سيف، في كلام ان مفيش كلام، في لائحه دلوقتي، المسابقه اللي بتدي على لائحه لازم تنتهي عليها. بص يا كابتن سيف، السوبر ليج السوبر ليج السنه اللي يعني كان متسيبي موجود، لا دي بطوله جديده بلائحه جديده. تمام، هات على جنب. احنا دلوقتي اول تاني بيروح افريقيا، ثالث رابع بيروح كونفدراليه. يعني انا بقول لك معلومه، يعني في في تفكير انه يغيروا اللائحه، ده في تفكير في الاتحاد الافريقي. تمام، لان هم عايزين يسوقوا البطوله اكتر وعايزين الانديه الجماهيريه اكتر. تمام، ده تفكير هنشوف. نمره 2، انا شايف ان الزمالك ما عندوش مقومات الفوز بالدوري السنه دي حتى الان ما عندوش مقومات. انا مختلف معاك، الدوري في الملعب ماشي، دي وجهه نظرك. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. هل بكل اللعيبة المصابة اللي موجودة في الدوري الممتاز ماذا يفعل المنتخب الوطني؟ هل هناك طيب قبل ما نتكلم بس عايز اصلح حاجة عشان انا استاذ ايمن الشريعي حبيبي، يعني الكابتن بيقول لك ما بنسمعوش ولازم ايمن الشريعي يبقى حبيبي. عشان تفهمني صح، بس انا قصدي ان طوال قطاع الناشئين والشباب من زمان ام بي كان فيه لعيبة مزورة، مش لازم ام بي يكون عارف، بس اللعيبة مزورة. الاهلي نفس القصه، الزمالك نفس القصه، المقاولين نفس القصه. انت بتجيب اوراق، بتضرب اوراق، ما اعرفش ايه، المفروض الانديه تتاكد تاكد تام من الموضوع. لكن على مدار تاريخنا في فرق اساسا، في انديه لغت فريق بالكامل، في اساسا منتخب مصر مثلا كان ماسكه كابتن محمد عمر اكتشف مع الرزغ البتاع ده، عايز اقول لك ده ان في مثلا بتاع 12 لعيب. عايز اقول لك ده الملف اللي كابتن علاء نبيل شغال فيه وهيوصل على فكره. علاء نبيل عامل شغل كبير جدا في اتحاد الكوره. نمره اهم بقى هيخلص على المساله دي بالظبط. نمره الاهم بقى كابتن سيف، انت ما بتيجي تقول تزور المواليد 2003، على فكره فيه 3 لعيبه ممكن يلعبوا من الفريق الاول معاهم. يعني اساسا وهم اساسا واحد وهم اساسا 21 سنه. ولامين يامال اللي خد مان اوف ذا ماتش بين برشلونه وريال مدريد امبارح في ماتش الفريق الاول عام 17 سنه. صح. طيب امتى تقول خلينا في المنتخب الاول؟ شايف ان في حلول في الاصابات دي كلها؟ يعني الحمد لله امام عاشور ان شاء الله يرجع. لعيب مهم جدا في نص الملعب. ان شاء الله محمد شناوي يرجع. لعيب مهم جدا لمنتخب مصر. مين اللي يقف في المنتخب؟ احمد شناوي ما يبقى سليم. لو ما لحقش ومصطفى اللي بيلعب، مين اللي يقف؟ احمد الشناوي. انا شايف ان احمد رقم شناوي رقم 2. احمد شناوي رقم 2، ممكن يكون مصطفى شوبير عواد. يعني كده يعني لو في مقارنه بين مصطفى وبين عواد، الاثنين بيلعبوا زمالك واهلي والاثنين ما عندهمش خبرات مع المنتخب. يعني ولا شوبير عنده الافضليه لمين من ولا عواد؟ الاثنين بيلعبوا افريقيا مع انديتهم. يعني عواد بيلعب افريقيا مع الزمالك ومستوى شباب. انت الافضليه لمين فيهم من وجهه لا مفيش افضليه. انا مش شايف ان فيش افضليه، بس يمكن عواد يمكن خبراته اكبر شويه، لعبوا الماتشات افريقيا اكتر، سواء مع الاسماعيلي مع احترف في السعوديه، خبراته اكتر من ان شاء الله باذن الله ابو جبل يرجع بالسلامه ويتالق ويكسر. جبل خلاص انتهى كمان. انت خد بالك انتهى مشواره السنه دي، يعني مش هيلحق. ان شاء الله يرجع. نمره 2 يا كابتن سيف، محمد شكري كان كابتن حسام واخد محمد شكري وكان مستبعد فتوح وكان واخد احمد حمدي. محمد شكري جاله الصليبي، ربنا يشفيه وعافيه يا رب ان شاء الله. وفضل دلوقتي محمد حمدي، اعتقد كابتن حسام هياخد فتوح الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن خالد شرفتني ونورتني. شكرا جزيلا ليك كابتن سيف، وشكرا لكل مشاهدينك. شرف وجودك. مين احسن في التوقعات، انت ولا دينا؟ لا طبعا دينا سليم هي ملكة التوقعات. دينا سليم انت عايز تودينا في داهية عشان تروح يا ابن اللذينة. بالظبط كده. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كابتن خالد الغمدور، بشكره شكرا جزيلا. اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. اشوفكم بكره على الف خير.